الرحمن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان نسألك يا الله باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان كلها أن تجعلنا من الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما سبحانك يا أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة وها نحن ندعوك دعاء من لا يملك إلا الدعاء ها نحن نرجوك رجاء من لا حيلة له إلا الرجاء فنسألك يا حي يا قيوم فنسألك يا حي يا قيوم فنسألك يا حي يا قيوم أن ترفع البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم يا رافع السماء يا دافع البلاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نسألك يا ربنا مرافقة الأنبياء وعيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء كما نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ومن غرور السفهاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا وأحسن خلاصنا وختامنا وحسن أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا واهد أولادنا اللهم اهد أولادنا على طريق الإيمان واجعلهم خيرا منا واجعلهم نافعين للإسلام والمسلمين بارين بآبائهم وأمهاتهم وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا ارحمهم كما رحمونا أكرمهم كما أكرمونا ألحقنا بهم على الإيمان لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين يا قاضي الحاجات ويا
رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.